مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا متابعين قناه التي سي وفقره جديده من استاذ في الطب. البنات والسيدات، كل اللي بيتابعنا وكل اللي بيشوفنا النهارده، الكلام مهم جدا جدا عشانهم النهارده، كلام عن البشره. طبعا احنا في فصل الصيف، فبشرتنا بتتعرض للشمس بنسبة كبيرة جدا، وده بيأثر على بشرتنا وعلى نضارتها، وكمان بيسبب اسمرار في الجلد، وفي كتير عوامل جدا بتخلي البشرة تتأثر وده بيضر بيها. وعشان احنا بنهتم بجمال السيدات والبنات، فقرتنا النهاردة خصصناها ليهم. هنعرف ايه هي احدث الطرق، سواء في التفتيح او توحيد لون البشرة او في علاج مشكلة تساقط الشعر. هنتكلم كمان عن احدث اجهزة الليزر اللي موجودة دلوقتي، مميزاتها، عيوبها، ليه مش بنشوف نتيجة، او ليه بنشوف نتيجة، في ناس بتشوف نتيجة، في ناس تانية بتحس ان في نتيجة بس لا، مش هي المرغوب فيها، او مش هي اللي احنا عايزين نوصل ليها. كل الحاجات دي عشان نعرفها ونعرف معنى ايه جلسات بي ار بي. هنعرف كل ده النهارده مع ضيفتنا اللي منوراني طبعا ومنوره قناه ال تي سي، دكتوره هاله ماهر، اخصائيه الامراض الجلديه والتجميل الجلد والليزر، وكمان اخصائيه الامراض الجلديه والتناسليه جامعه القاهره. اهلا بحضرتك، منوراني. ده نوركم، ميرسي، ربنا يخليك. طبعا انت عارفه ان موضوع النهارده يعني مهم جدا، حديث الساعة. مش بس للبنات، كمان للولاد، وبتتردد كمان على يد كتير. الولاد بقوا يهتموا وعارفين، يعني بقى عندهم وعي اكتر ان انا ازاي اهتم ببشرتي، او انا ليه يبقى عندي تصبغات، او انا يبقى شكلي حلو حتى لنفسي، ان انا ابص في المرايه ابقى ساتيسفايد او مبسوط من نفسي. فده كله طبعا مهم، ومهم ان انا اعرف ازاي ان انا احمي نفسي قبل ما اقع في المشاكل دي، وابدا ادور على علاجات ليها. والعلاجات دلوقتي بقت متاحه كتير وانواع كتير، ويعني بتطورات كبيره جدا. فمعظم المشاكل او بنسبه 95% منها بقى ليها حلول فعاله فعلا بنسبه كبيره جدا. كتير مننا او كتير من السيدات ما يعني بيشتكي طبعا من اسمرار البشره زي ما حضرتك بتقولي، وخصوصا في فتره الصيف والتعرض طبعا للشمس. وعايزين نعرف من حضرتك النهارده عشان يعني تساعدي كل البنات والسيدات اللي بتشوفنا اللي عايزه توصل لنتيجه كويسه. عايزين نقول ان اول حاجه مدمره للبشره هي الشمس. الشمس مفروض ان انا ده اول خط دفاع لبشرتي، لازم استخدم كريمات الحمايه من الشمس. ودلوقتي الايرا بتاعت كريمات الشمس بقت واسعه جدا، والانواع اللي منها متوفره دلوقتي بقت كتير، ومفيش حد يقدر يقول ان مفيش حاجه مش مناسبه لبشرتي. يعني البشره الدهنيه بقى ليها الحمايه بتاعتها، البشره الجافه بقى ليها الحمايه بتاعتها، كريم الحمايه من الشمس لازم يتحط بشكل مناسب جدا عشان اتجنب مشاكل كتيره جدا للبشره، اللي هو في الاول مشاكل التصبغات بكل اشكالها اللي احنا هنتكلم عليها. مشاكل التجاعيد، ودي بقت تظهر دلوقتي في سن مبكر جدا. انا بقيت اشوف بنات عندها 18 سنه وبتيجي تشتكي من فاين لاينز او تجاعيد سطحيه في البشره. طبعا ده شيء مؤرق جدا وشيء مرعب، ان انا ابقى من 18 سنه 20 سنه يبدا يظهر لي تجاعيد، ده شيء مرعب جدا. وبدات البنات تدور على الحل الاسهل، انا اعمل ايه علشان التجاعيد تروح، ومش مهم احمي نفسي منها ازاي. فطبعا اللايف ستايل بتاع كل فتاه كل سيده ده اهم جدا من حتى فيما بعد العلاج. لازم كريم الحمايه من الشمس، ده انا بقول لهم دايما صديقك الصدوق هو كريم الحمايه من الشمس. تمام، يبقى انت حضرتك لو هتقول لهم افضل وانجح الطرق اللي بتفتح وتوحد لون البشره هتقول لهم ايه؟ الاول رقم واحد في الروشتة بيكتب هو كريم الحمايه من الشمس. تمام. وبعد كده نقدر نعمل تدخلات كتيره جدا غير كريمات التفتيح اللي ممكن نستخدمها بشكل حتى منتظم. في حاجات منها امنه ان انا استخدمها على المدى الطويل، في حاجات ممكن تعمل نضاره، في حاجات فيها فيتامين سي دي ممكن نستخدمها كحتى استخدام يوحد لون البشره، يعني مش لازم حتى كتفتيح، لا في توحيد لون البشره. لان يعني كتير من الفتيات، ودي حاجه في جيناتنا كمصريين، ان احنا عندنا قابليه للبقع وقابليه للتصبغات او عدم
توحد لون البشره، فممكن استخدم بشكل يومي حاجه ليليه تعمل على توحيد لون البشره. دكتور يعني ازاي الست او البنت تعرف واقي الشمس المناسب او النوع المناسب لبشره كل واحده فيها، وايه افضل طريقه ان احنا نستعمل بها الواقي ده عشان نحصل على نتيجه؟ يعني دايما في ناس بتقول ايه، انا بستعمل حطيته الصبح قبل ما انزل، حطيته الواقي بحطه، والله بحطه. طب ازاي بقعتي؟ والله بحطه. تحطيه كل ساعتين؟ لا مش بحطه كل ساعتين. بتحطيه بالكميه الكفايه؟ لا مش بحطه بالكميه الكفايه. هل الاس بي اف بتاعه مناسب لينا ولا لا؟ احنا الشمس بتاعتنا والبشره بتاعتنا تتطلب ان احنا ناخد حاجه فوق 30 اس بي اف، بنقول بشكل مجمل 50 بلس، وده المتفق عليه من منظمه الصحه العالميه دلوقتي ان هو 50 بلس، هو ده الحاجه المتفق عليها. لازم احط كريم الشمس قبل ما انزل ب 10 دقائق او ربع ساعه على الاقل. لازم كريم الشمس يتكرر كل ساعتين طول ما انا بتعرض للشمس. الشمس كمان احنا يعني يندرج تحتيها الحراره، الصهد، السخونه بتاعه المطبخ، كل الكلام ده لازم احط كريم حمايه من الشمس. الموبايلات اللي بتبقى في وشنا طول الليل مين او احنا قاعدين على اللابتوب او الكمبيوتر، دي برضو بتطلع ويفز بتاثر على بشرتي على المدى الطويل زيها زي الشمس، وبتعملي تصبغات في البشره، وتبقى بنات مش عارفه انا تصبغت من ايه، مع اني ما بخرجش خالص، انا بصحى اخر النهار. اوكي، لا دي برضو بتعمل نوع من انواع التصبغات في البشره. طبعا في وسائل يعني اسباب كتيره جدا لها دور في التصبغات، يعني زي الناس اللي بيطلع لها حب شباب، وبالاخص الناس اللي بتلعب فيه، ده بتسيب مكانها اثار بتصبغات ما بعد الحبوب او ما بعد الالتهابات. الشمس بتعمل التهابات عنيفه في البشره، وحتى لو السيده او الفتاه مش بتحس بهذه الالتهابات، بس على المدى الطويل هي بتعمل تصبغات اللي هي ممكن تبقى في شكل كلف، تصبغات في شكل حروق، يعني نتيجه حروق، انواع الحساسيه بتاعه البشره، فدي كلها تندرج تحت تعرض للشمس ووسائل الحمايه منه. برضو حاجة مهمة جدا ان احنا نشرب ميه كتير جدا، دي اهم حاجة كلنا مقصرين فيها، وخاصة البنات انها بدأت يعني او دلوقتي بتشتغل، فموضوع الميه بيتنسي. اظن الموضوع النهاردة لازم تركزوا جدا جدا مع الروشتة اللي الدكتورة هالة بتقدمها لنا. دكتور هالة، يعني بعد اذن حضرتك يعني نروح بقى لاجهزة الليزر. يعني كلنا بنسمع عن اجهزه الليزر، وفي انواع كتير، وفي فرق، وفي حاجه بتقدم للمريض نتيجه كويسه، في حاجه تانية لا، طب ده الحاجه الكويسه دي ما عملتش فرق معايا، حد تاني لا ده جابت نتيجه معايا. حضرتك قولي لنا ايه الفرق بين اجهزه ازاله الشعر بالليزر، وايه الجديد فيها اللي بيقدم للمريض عشان نبقى فاهمين، يعني اي ست او حد يعني بيتابعنا دلوقتي يبقى فاهم. يعني كتير من المرضى عارفين دلوقتي انواع من الليزر، ولكن لازم نبقى يعني على درايه اكبر بايه هو نوع الليزر اللي انا بشتغل بيه، وايه الافكتيف منه، وايه اللي مش بيجيب لي نتيجه، وليه ناس بتعمل 12 و20 جلسه ومش بيجيب نتيجه. الليزر له انواع كتير، وللاسف ان دلوقتي بنسمع كتير عن عروض وليزر والجسم كله بالسعر الفلاني. طب هل الجهاز اللي انت بتعملي بيه ده افكتيف ولا لا؟ في المجمل هتلاقي نفسك دفعتي مبلغ كبير جدا بدون النتيجه. احنا دلوقتي معانا طبعا صور على اجهزه الليزر. ده جهاز سينشور اللي هو الزعفران الليزر، من اقوى اجهزه الليزر كسيستم في الاساس، ان احنا اللي بيشتغل اكتر حاجه على بصيله الشعر هو الالكسندرايت ليزر. في انواع تانية اللي هي الديود والاندياج والال بي ال، ودي اقلهم كفاءه من الالكسندرايت، ده اكتر حاجه لانه ده بيطلع اكتر ويف لينث بيمتص جوه بصيله الشعر. تمام. وبيديني اكتر نتيجه مرضيه في عدد جلسات اقل. كمان الجهاز، يعني هو ده احنا بنتكلم على السيستم اللي هو الالكسندرايت ليزر، لكن نوع الجهاز كمان ده برضو بيفرق كتير جدا في النتيجه اللي بنوصل لها. يعني في بعض الناس بتروح على العروض زي ما حضرتك بتقولي، وبيهتموا مثلا بالعروض اللي هي مناسبه ليهم اقل سعرا، لكن ما حدش بيركز قوي في ده، عشان كده احنا لو فكرنا في المجمل هيلاقي نفسه انه دفع اكتر بكتير، لانه هيعمل عدد جلسات اكتر، بعد ما بيوقف الجلسات بتاعته بيرجع الشعر يطلع تاني، هيضطر ان هو يروح يعمل او يجرب بجهاز تاني، ففي المجمل هيعدي كتير جدا الجلسات لو هو عمل بجهاز، سعر الجلسات لو هو عمل بجهاز كويس من الاول.
من الاجهزه اللي انا بحبها او بفضل ان انا اشتغل بيها جدا جهاز الساينوشور. الميزه كمان فيه ان هو بيدي تبريد خارجي، التبريد الخارجي ده بيدي سيفتي مارجن او بيبرد المنطقه اللي ما حول المكان اشتغلنا فيه الليزر، فبيمنع حاجه اسمها بارادوكسكال هير جروس. ده دايما كتير جدا بنات بتشتكي تقول انا كنت بعمل ليزر في مكان معين طلع لي شعر في مكان تاني. بعض الاجهزه بتطلع سخونه او الحراره اللي بتموت الشعرايه في مكان محدد، السخونه دي بينتقل منها جزء للمكان المجاور ليه، فبيبدا يعمل ستيميليشن او تحفيز لبصيلات الشعر. يعني مبيبقاش في تبريد كافي عشان في تبريد كافي او في بعض الاجهزه بيبقى تبريدها الكرايوجين اللي هو ممكن نفسه هو يلسع الجلد. فده من بعض فروقات اجهزه الليزر. ده بيديني امان اكتر، بيديني فعاليه اكتر. من ضمن الحاجات برضو اللي الناس بتستغرب او ليه تقول مثلا سعر النبضه في مكان اعلى من مكان السبوت سايز او الحجم بتاع النبضه. دكتور احنا معانا صوره عايزين نشوفها كده، وحضرتك برضو تدينا راي حضرتك. مريضه عندها حاجه اسمها هيرشتزم، دي سيده اوكي. عندها حاجه اسمها هيرشتزم. هيرشتزم ده ممكن يكون حاجه في الجينات بتاعتها أوكي. وممكن يكون حاجه ايديوباثيك ملهاش سبب. فبيبدا يطلع الشعر بشكل سميك جدا في اماكن غير مرغوب فيها او اماكن غير معتاد ان يكون فيها الشعر. الاول المريضه لما بتيجي بهذا الشكل اولا هو الحل الاول والاخير ليها هو ليزر بجهاز فعال، علشان المريضه دي عندها قابليه ان يطلع لها شعر تخين في اماكن مجاوره لو ما اشتغلتش بجهاز ذو فعاليه كويسه. وخدنا كل الاحتياطات المناسبه ان احنا حطينا تبريد بعدها وقبلها وفي الاماكن المحيطه وكريمات مضادات للتهاب. تمام يا دكتور. احنا كمان واحنا يعني بنتكلم عن الموضوع ده في حاجه كمان يا ريت تكلمي عنها دكتور، موضوع التقشير الكيميائي. احنا معانا حالات ومعانا صور برضو ممكن حضرتك توضحي لنا عليها. طيب. يعني في سياق حديث حضرتك يعني قلت بقى ايه خلينا نشوف الموضوع ده عشان الناس كتير بتسال عنه. طبعا التصبغات زي ما احنا قلنا احنا في جيناتنا كمصريين عندنا قابليه كتير ان احنا نتصبغ، فتقريبا كل الشعب بيشتكي من تصبغات وما بيشتكيش من تصبغات. تيجي تقول انا عايزه افتح بشرتي، وخاصه في فصل الصيف وكله بيطلع الساحل وبيرجع يقول انا عايزه افتح البشره. طبعا دلوقتي في حاجات كتير متوفره ووسائل التقشير تطورت كتيره جدا عن زمان. زمان يمكن كان الناس بتخاف من الحروقات اللي بتحصل مكان التقشير. المواد اللي موجوده دلوقتي والجلسات اللي بتتعمل بتقنيات اعلى وبمواد اكثر فعاليه بكتير جدا من زمان. ممكن يعني بيحصل اثار تصبغات مثلا في الظهر مكان حب الشباب. انا يمكن حتى كنا جايبين صوره دي الايدين. فعلا دي الايدين مكان بقى طبعا البنات اللي بتسوق، التعرض للشمس، استخدام استهلاك الايدين بشكل غير سليم، ما بحطش مرطبات كفايه، المواعين، الكلام ده كله بيخلي الجلد يبدا يجف ويحصل له اسمرار. دي بعد جلسه التقشير بتدي طبعا يعني هو واضح جدا جدا الفرق. ده قبل وبعد طبعا. واضح جدا الفرق. كمان مكان العقل بتاعه الصوابع دي تفتيح مرضي جدا بالنسبه للمريض. كمان زي ما كنا بنقول اللي هو الناس اللي بيطلع لها حب شباب وممكن في الظهر، وفي الظهر لما بيطلع حب الشباب وبيسيب تصبغات بتبقى عميقه جدا. هي اكتر منطقتين يا دكتور هي الايدين والوجه برده نفس النظام. دي تصبغات بقى الشمس والكلف وكلام ده، لكن لو بنتكلم على حبوب حب شباب بتظهر في الوش وفي الظهر وفي الكتاف. دي اكتر اماكن بتبقى اكثر عرضه لان يظهر فيها حب شباب والتصبغات اللي ما بعد حب الشباب. ف برضو كان معانا صوره للظهر بعد ما عملنا جلسه التقشير وبدا معانا حالا دلوقتي ان شاء الله فتح بنسبه كبيره جدا. برضو واضح الفرق طبعا. ده يمكن بعد جلسة واحدة حتى الدنيا فرقت بنسبة كبيرة. اللي فاضل يمكن فيها حاجات بسيطة جدا معك، ممكن جلسة تانية والنتيجة تبقى مرضية جدا. بالنسبة بقى للسيدات اللي بيظهر لها كلف وده كتير جدا. ده مع الحمل تقريبا يا دكتور؟ الكلف بقى مش مرتبط بس بالحمل. يعني في سيدات بيطلع لها الحمل عن سن 50 سنة واقول لها ده كلف، تقولي ازاي ده ما ظهرليش كلف مع الحمل، انا عندي 50 سنة دلوقتي. الكلف هو مسمى يطلق على التغيرات الهرمونية اللي بتطرأ على أي سيدة في أي مرحلة عمرية وبيظهر لها التصبغات دي بعدها. التصبغات دي حساسة جدا أو بالبشرة بتاعت هذه السيدة حساسة جدا جدا للحرارة وضوء الشمس زي ما اتكلمنا أو اتفقنا قبل كده، وإن هي لازم تستخدم كريم الحماية من الشمس. حصلت التصبغات
ممكن نبدأ معاها بجلسات التقشير زي اللي احنا ورينا نتائجها من شوية. وفي كتير جدا من الناس بتظهر نتائج مرضية جدا جدا، يمكن بتاخد شوية عدد جلسات اكتر لان التصبغات بتاعت الكلف بتبقى اكثر عمقا من التصبغات التانية. ممكن بقى نتدخل معاها كمان بجلسات الميدوثيرابي. الميدوثيرابي طبعا هو مسمى تكنيك، يعني ميدوثيرابي في منه للشعر، في منه للبشرة، في منه للتخسيس، في منه حاجات كتيرة جدا، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على ميدوثيرابي بتاع البشرة بتاع التفتيح. احنا كمان معانا صورة عن بعد جلسات ديرما رولر ومعاها ميدوثيرابي. احنا استخدمنا الديرما رولر كوسيلة ان انا ادخل الميدوثيرابي اللي انا عايزة احطه، ميدوثيرابي فيه مواد تساعد على التفتيح، وان انا ادخله الى عمق معين اللي هو بيبقى فيه المادة الصبغية بكثرة جدا. فمع استخدام الديرما رولر والميدوثيرابي وصلنا للنتيجة دي، لان وصلنا المواد بتاعت التفتيح الى العمق اللي احنا عايزين نوصله حيث مواد المادة الصبغية، فبدأت تفتح بشكل تدريجي ومرضي جدا. تمام يا دكتور. في عندنا سيدات كتير بتشتكي من ان هي عملت جلسات الميدوثيرابي ده وجلسات الخلايا الجذعيه اللي هي البي ار بي، تمام، وما حصلتش على النتيجه المطلوبه او اختلفت النتيجه من مكان لمكان تاني. يعني عايزين نعرف ايه الفرق. ايه للاسف انا بشوف ناس برضو سعيا ورا العروض بيقولوا احنا رحنا بيوتي سنتر مثلا او عملنا جلسات بلازما وعملنا كام جلسه والنتيجه كان شيئا لم يكن. لما اجي اعمل الجلسات دي لازم اعملها على اساس علمي، هي ابتكار علمي، ما هوش حاجه تجميليه فقط، هو ابتكار علمي، فلازم اعمله على اساس علمي. اولا لازم اعرف ايه سبب وقوع الشعر، يعني هل انا عندي مشكله هرمونيه، لازم تتصلح هذه المشكله الهرمونيه. لو عندي مثلا خلل في الغده، لو انا عندي نقص في الحديد، وبنخص بالحديد ماده الفيريتين اللي هي مخزون الحديد اللي بيغذي الشعر، مش الهيموجلوبين. البنات كتير بتقول انا عندي الهيموجلوبين كويس شعري بيقع عليه. فيتامين د دلوقتي اتضح ان هو له دور قوي جدا في تساقط الشعر. فانا عشان اعالج الشعر لازم ابقى مطمنه من كل النواحي ان مفيش حاجه جوه جسمي هتاثر على شعري. يعني حضرتك لما حد بيجي لحضرتك بتطلبي منه تحاليل، لازم نطلب منه حاجات، ولازم نطلب كمان بنطلب اشعه تلفزيونيه على الموبايل نطمن ان احنا ما عندناش تكيسات على الموبايل. الموضوع ده بقى شائع جدا، ربما يكون من الاكل اللي احنا بناكله فيه هرمونات او تغيرات هرمونيه بتطرق على بنات كتير جدا، بقى موضوع التكيسات منتشر نسبه كبيره وبيؤدي للصلع، يعني بيوقع لي شعري اب طول الصلع. والناس كتير تقول لك ده انا جيناتي ووراثه. طب انت عملتي تحاليل، عملتي سونار عشان نقدر نشخص اذا كان صلع ولا لا؟ لما بنعمل الجلسات على اساس طبي ولو في اي مشكله جوه الجسم بنصلحها، طبعا بتديني نتائج كويسه جدا لو انا عملتها بالشكل السليم. لان البلازما لازم ليها مواد محفزه. ايه فكره البلازما؟ هي فيها هي تسمى بليتليت ريتش بلازما، اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. معانا حلقه قبل وبعد فحضرتك يعني ده مع اضافه بقى انا بفضل في حالات الشعر دي، حاله برده جت الاول وعملنا كشوفات الفحوصات بتاعتنا واتضح ان احنا ما عندناش اي مشاكل غير حاجات جيناتك، يعني حاجات وراثيه، اوكي. فبدانا نعمل الجلسات بتاعتنا دي تقريبا بعد رابع جلسه. هي نفسها العيانه كانت سعيده جدا بالنتيجه. انا بفضل بالذات في حالات الشعر انا بضيف خلايا جذعيه على البلازما، تديني نتائج مرضيه ورائعه جدا غير ان انا اعمل بلازما لوحدها. طبعا هي البلازما ليها المواد المحفزه للصفائح الدمويه زي ما اتفقنا، بتطلع منها حاجه اسمها جروث فاكتورز اللي هي محفزات النمو اللي بتشتغل على بصيلات الشعر وبتحفز انها تنمو. لما بنضيف عليها الخلايا الجذعيه الخاصه بالشعر بتديني نتائج مرضيه جدا. انا الان ما بشتغلش بلازما من غير ما احط عليها حتى لو كميه صغيره من الخلايا الجذعيه، تحفزني نتيجتها بشكل مرضي جدا. طبعا ده في حاله ان انا الدنيا من جوه جسمي مستقر، او ان انا صلحت كل تحاليلي وهرموناتي وفيتامين د والحديد ده كله يبقى مستقر. برضو كمان الناس اللي عندها الخطين اللي في الجلد، كتير جدا من البنات بتشتكي او مثلا من كتر ما بتسرح شعرها والطرح اللي بتتعمل جامد جدا على الشعر انه شعر بدا ينحل من قدام. فالشعر احنا معانا حاله حضرتك بتتكلمي عليها واضحه قدامنا طبعا، قدام دي طبعا من شد الشعر من السشوار والبيبي ليس والحاجات الكيميكال، الكلام ده كله الشعر اكتر منطقه ضعيفه هي مقدمه الراس، فبيبدا الشعر ينحل من قدام. دي حاله ميزوثيرابي، دي حاله البلازما.
قبلها كان في حاله البلازما مع الخلايا الجذعيه. ممكن كمان حقن الميزوثيرابي بيدي نتائج برضو مرضيه جدا للنمو الشعر، اعاده بناء الشعر واعاده نموه جدا. لكن دلوقتي الايره اللي طالعه اللي هي البلازما والخلايا الجذعيه يمكن بدات تزق شويه الميزوثيرابي على جنب وخلتنا نستبدل، وهي وسيله اكثر امانا. يعني البلازما مع الخلايا الجذعيه وسيله اكثر امانا من الميزوثيرابي، لان هو المريض نفسه بيبقى مطمن ان هي حاجه طالعه من جسمه وبتتجهز قدامه. طبعا اكيد يعني الروشته بتاعتك او بتاعت حضرتك النهارده كانت مليانه جدا يعني نصايح كتير وحاجات مهمه جدا، لازم كلنا يعني نحاول ان احنا نبقى عندنا وعي ونبقى فاهمين واحنا بنتعامل ليه كل يعني مع الاجهزه دي تجيب نتيجه او لا. يعني الدكتوره هاله النهارده نورتني وشرفتني جدا جدا النهارده في على شاشه قناه LTC، وكمان ادت لنا روشته مهمه جدا. يعني بتمنى كل المشاهدين اللي شافونا النهارده يكونوا استفادوا. انا اسفه جدا ان وقتنا خلص، بس اكيد في فقرات تانية وفي حلقات تانية كتير نتكلم مع حضرتك يعني تستفاد موضوع ونوع كتير. بشكرك جدا دكتوره هاله، نورتيني النهارده. بشكر جدا دكتوره هاله ماهر اخصائيه الامراض الجلديه وتجميل الجلد والليزر جامعه القاهره، والى اللقاء مشاهدينا في حلقات اخرى واستاذ في الطب.